خلينا نروح لكريم فؤاد، واحد من اللاعبين اللي كان ليهم دور مهم جدا في مباراة الذهاب. كريم واحد من اللاعبين اللي بيكون حاضر الحقيقة دايما في أي وقت وفي أي مركز، وكولر بيقدر يستفيد من خدماته في الأوقات الصعبة. خلينا نطلع نشوف قال إيه عن مباراة يوم السبت ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. طبعا اصابه علي معلول كانت مفاجاه لينا كلنا وحاجه يعني ما كناش نتمناها، ربنا يقوم بالسلامه ان شاء الله ويشفيه ويعافيه يا رب. بس طبعا انا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت ومركز في الماتش كله، دخلت في الدقيقه الاولى، دخلت في الدقيقه الاخيره، دخلت في اي وقت، لعبت في اي مكان، انا ما عنديش مشكله، بقدر اركز في الواجبات اللي عليا والحاجات المطلوبه مني ايا كان هلعب فين او امتى، ما بيبقاش فارق معايا غير ان انا افيد الفرقه واساعد الفريق قدر الامكان. يعني حته انه الماتش الجاي او هنعمل ايه او هننفذ ايه، لا دي لسه ما مش حاجه يعني ان احنا نتكلم فيها دلوقتي. يعني طبعا ده اول نهائي ليا اشارك فيه في الملعب يعني، واه طبعا البطوله الافريقيه او نهائي افريقيا حاجه كبيره جدا وحلم من ايام الطفوله، يعني ان انا العب في نهائي افريقيا واجيب بطوله للنادي باذن الله وان شاء الله احققه. طبعا فريق الترجي فريق كبير ومن وانا صغير بشوفه بيلعب النادي الاهلي في الادوار اللي زي كده، وشرف كبير لاي حد ان هو يلعب ضد اسم كبير زي الترجي. هو الماتش كان صعب على الفريقين وكان ماتش تكتيكي اكتر، فما نقدرش نحكم على حاجه زي كده، من يعني ده اللي حصل ودي النتيجه اللي حصلت يعني، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه هنا باذن الله. لا طبعا الجماهير بتكون في ظهرنا وبتكون داعم لينا كبير، ما نقدرش نقول ان هي تبقى ضغط علينا قوي، لان هي اصلا هي اللي بتدفعنا لقدام وهي اللي بتساعدنا ان احنا نكون احسن ان شاء الله. خلي بال حضراتكم مثل هذه المباريات بتلعب على التفاصيل الصغيره. يعني ايه تفاصيل صغيره؟ يعني لو كريم اللي هيبدا المباراه في ناحيه الشمال، ناحيه الشمال دي اي باك ليفت او اي باك رايت بيعمل حاجتين، بيهاجم كيف يهاجم او متى يهاجم وكيف يدافع، متى يهاجم وكيف يدافع، امتى اعرف اقف وامتى بعناية كده وانا شايف الماتش اقف واستنى واشوف ان انا لازم اقف الوقت ده. في وقت بتبقى فرقتك مضغوطه، الوقت ده تحديدا لازم تقف مع خط دفاعك كباك رايت وباك ليفت، يعني لازم تقف مع خط دفاعك وتمسك الكوره اطول فتره ممكنه، اول ربع ساعه او ثلث ساعه في المباريات النهائيه لما بتكون بتلعب على ارضك بتستنفذ فيهم مجهود كبير جدا جدا جدا، من الدقيقه 20 للدقيقه 30 الدنيا بتبقى هاديه يعني اي لعيب في العالم كده، خلي بال حضرتك، لانه انت بتنزل اي اول ربع ساعه بتجري يمين وشمال وتضغط وتطلع، وبيبقى مطلوب منك ان تضغط من قدام وتضغط من ورا، انت كلاعب بعد كده بتعمل ايه؟ بتبقى واقف بتحاول تريح علشان تبدا مره تانية. فالعشر دقائق دول بيبقوا خطر جدا جدا من الدقيقه 20 للدقيقه 30، خصوصا لما تلعب مباراه نهائيه وعلى ارضك، وشفنا كتير في مثل هذه المباريات. فاللي بقوله انه امتى اطلع اهاجم واعمل اوفر، وامتى اقف، امتى اضغط لما الاقي فرقتي كلها بتضغط، مش واحد بس اللي يجري ويروح يضغط على اللعيبه وبقيه اللعيبه سايبه الضغط كله، لازم الضغط يبقى جماعي، لازم يبقى رايح من ناحيه اليمين حد قافل عليه، حد من وسط الملعب، ثلاثه اربعه رايحين يضغطوا. كره القدم بهذه الطريقه وانت قاعد بتتفرج عليها هتبقى مبسوط، حتى لو الكرة مش في رجلينا بتبقى قاعد بتتفرج وانت مبسوط، شايف ان في تكتيك معين بيتم تنفيذه، طريقة معينة بيتلعب بيها، طريقة معينة الجمهور وهو قاعد بيتفرج تبقى حاسس بينك وبين نفسك ان انت مطمن لفريقك في هذا اليوم. يا رب نشوف ده يوم السبت، يا رب نشوف فريقنا بيضغط بشكل جيد، والوقت اللي بنريح فيه تبقى الكوره ممكن جدا تريح والكوره في رجلك، تلعب الباس وتاخده وتلعب الناحيه الثانيه، الطريقه اللي كان بيعملها مجدي قفشه في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه في المباراه السابقه امام الترجي. وبالتالي هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، عايزين نشوف فريق واقف على رجله وفريق ان شاء الله ان شاء الله يستطيع ان يفوز بدوري ابطال افريقيا. بيني وبينكم لما فريق يوصل للمرة الخامسة في تاريخه أو للمرة الخامسة على التوالي لنهائي أفريقيا أو لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يجب
أن يحيى هذا الفريق، يجب أن احنا كلنا نقف وراه وندعمه، لأنه هذا الفريق يستحق كل التحية وكل التقدير.